معناتها الوضعيه نتاع الوضعيه الماليه العموميه كارثه، الوضعيه المؤسسات العموميه كارثيه، معناتها هو الصراع السياسي متواصل، البلاد بلوكيه توا عندها اكثر من شهرين، حكومه معناتها مشلوله تماما. يا اخي وين ماشيين؟ وين ماشيين؟ يصلح رايكم الى اعلى مستوى، ثيقوا على ارواحكم، راكم دمرتوا الاقتصاد التونسي ودمرتوا المؤسسات التونسيه العموميه، واحنا خلقنا ضرب توا الخلاص. لذا من فضلكم رانا عاملين مجهود، انا نعمل في المنتديات في عصام عنده ثلاثة جمعات نطيش في ولا في ليبيا ونجري ونجريو باش نمنعوا من منعوا معناتها من ارزاقنا ومنعوا مؤسساتنا ونمنعوا مواطن الشغل نتاع الوليدات نتاعنا. لذا من فضلكم وقفوا هالحكايه هذيا واعطيونا معناتها استقرار سياسي واعطيونا حكومه نجموا نخدموا معاها. وشكرا وسامحني الله غالب راني ما حبيتش نحكي عن الموضوع، لكن راهو واحد قلبه معبي ياسر، راهو شيء كبير راهو اللي قاعد يصير في البلاد هذه.